الورقة نفتحها نشوف واو لوني كمان بتلاقي فيها فيها فقسات كلمة فيها أي فقسة لازم نلبس لايبس فقسات هيك الأحمر هون الأحمر هيدا بدل على الحرارة هيدا؟ ايه عم عملنا حامية كاروق وهيدول بس ندورها هيدول الأورانج بس ندورها مفروض يضوا إذا طارت معناتها لازم نضوا من فوق هيدي شو؟ هيدي الفقسة بترجعنا قد ايه بدنا بالزمن نحن هيدي آلة الزمن صح؟ شو بتعمل يعني؟ بترجعنا بالزمن أو بتقدمنا لقدام؟ مظبوط؟ ليك 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 طلع طلع عم بتطول واو بيرتي بابا أقول لك نحن صار لازم ندورها؟ لازم نجرب ندورها شو رأيك؟ طيب ليك تيكو أنا برأيي أنت بضلك منتبه وأنا يلا حأكبس الفقسة لحتى ندورها شو رأيك؟ أوكي أنا أشجع على تيكا لتدورها يلا تيكا تيكا Stretch my back.